اسفه مش موافقه. هي دي مش بنتي؟ ايه رايك بقى لو الصور دي راحت النيابه؟ مش غريبه ان يكون في واحده ثانيه معايا ونلاقي دبلتك في اوضه نوم؟ قلت لحضرتك انا ما رحتش، انا دخلتها داخله على نديم ما تحلمش بيها. صدقي اشعرت. لو عايزه تطلع من هنا عايشه امضي. دي ثروه زي اللي سابها ابوك الله يرحمه، لما تبقى في ايد اختك يبقى الشياطين هيلعبوا في دماغها تجاهك. انا ما حدش يمشي كلمته عليا. اللي اتفقنا عليه هو اللي هيمشي، مليم زياده ما فيش. تعرف الحرام انت؟ لا انت الملاك بتنحل. انا بالنسبه لك سبع ملاك ببعض. قابله ولا مش قابله؟ خلينا في المهم، عملت ايه مع اميره؟ اسمه وليد منصور. هو ده اللي انا بتكلم عليه، ان احنا كرجال اعمال عندنا دور نساعد بيه البلد. شطارتكم بقى تسيطروا على السوشيال ميديا. يعني ايه اللي حصل؟ فيديوهات مدينه تقليل اطفال الشوارع. عملت في البنت ايه يا حازم؟ عايز الناس تحس بالامل. عملت لها ايه؟ انا جايه رئيس الوزراء خلال يومين. ازاي مش مشكله؟ مشكلتكم انتوا. اتفقنا. اسف انا لازم امشي. خير؟ بنتي في المستشفى ما اعرفش مالها. انا راجع. مالك يا حبيبتي؟ في حد عمل فيكي حاجة بتوجعك؟ في حد ضربك؟ لا مفيش حاجة. أنا كويسة. كويسة إزاي؟ أمال أنت هنا ليه؟ أكيد أختي وأنت بتلعبي. إيه دي يا ملك؟ البنت مفيهاش حاجة قدامك أهي؟ لا مش قاعدة. أكيد في حاجة حصلت. أبداً، وإحنا في الملاهي داخت وجات لها الكوما وجبتها على المستشفى والدكتور عمل اللازم وهي فايقة قدامك أهي. عليا. انا مش عارفه ازاي خليتها تروح الملاهي اللي ملهاش اي لازمه دي. عندها حق، ما خليهاش تعمل حاجه الا وهي قدام عيني. لو حابه ننقلها مستشفى الدكتور مفيد تطمني اكتر نعمل كده. مش تعرفينا يا ملك؟ دكتور حازم توفيق والد رنا، باشمهندس نديم فخري. طبعا شرفت. اهلا وسهلا. اتفضل ارتاح. ميرسي. طيب مريم، بركاتك يا شيخة نادية. مين يا فهمي؟ تعالي تعالي شوفي بعينك انت. تعالي تعالي بسرعة. اهلا يا بنت اخوي، اهلا منورة. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. جالك كلامي وصفه ما تخيبش. يخرب بيت شكلك هتفضحينا ما شاء الله. ليه بس؟ اهلا بيكي يا حبيبتي اتفضلي، ده انت حماتك بتحبك. اتفضلي اتفضلي اهلا وسهلا. اقعدي يا حبيبتي اقعدي. حماتها بتحبها؟ دي بتموت فيها. قصدي اللي هتبقى حماتها. طبعا. بقول لك ايه، بطلي رغي وروحي اطلبي لي السندوتش اللي نفسي فيه ده. نعم؟ السندوتش الطويل الاهبل ده. انهي فيهم؟ انهي سندوتش؟ السندوتش البسطرمه اللي كنت نفسي فيه. طويل عن اذنك يا حبيبتي هعمل بس تليفون صغير قد كده. ايوه عن اذنك. بسرعة. حاضر بسرعة. حاضر. طب والله يا بنت اخويا يا حبيبتي بليكي عليا حلفان، لو اعرف انك جايه كنت جبت عجل ودبحته تحت رجليكي. يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا. تاكل لقمه معايا؟ ايه
لا لازم تاكلي مان، ده بيت عمك يعني بيتك، يعني انت بالذات في اي وقت تخش كده البيت ده تفتح التلاجة وتاكلي كل اللي فيها، ده لو لقيتي فيها حاجة يعني. فهمت يا حبيبتي؟ ولا انت ناوي تتنكي عليا زي اختك؟ مش ناوي تتنكي خالص؟ خلاص تعالي بقى تاكلي معانا لقمة كده هنية ماشي؟ طب ايه رايك بقى لو انت عيله صغيره ما كانش يحللك الاكل ابدا الا وانت قاعده على حجر ده؟ وكان ابوك الله يرحمه يقول لك عيب يا بنتي قومي خلي عمك ياكل براحته وانت ولا الدموع ولا تسمعي كلامه. ايه طبعا تلاقيكي بقى نسيتي الكلام ده كله وصدقت اختك وجريتي ورا كدبها ورا طمعها وجشعها. ألو، أيوه يا طارق، خمس دقايق وتكون عندي، أبوك تعبان قوي. بقولك إيه، يا تلحقوا يا متلحقوش، يلا بسرعة يا ابني لحسن حاطين ضم بقية حياتك اللحظة دي. إيه؟ بسرعة بقى. كلمت السندوتش؟ جاي حالا. طارق يعني انت جايه هنا مخصوص عشان خاطر طارق؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ناديه نعم ناديه. نعم في ايه؟ تعالي بسرعه على حسابي، مش مصدق اللي انا فيه. ايه يا اخويا اللي انت مش مصدق؟ مريم جايه هنا مخصوص عشان خاطر طارق. عشان خاطر طارق؟ عشان بس تعرف. لا عرفت، انا عرفت حاجات كتير يا نادي، عرفت يا ما هو الحق يتقال يا بنتي، اصل مرات عمك دي حكايه. لا حكايه واصله دي ميه من تحت التبن، وانا كمان اسال نفسي كتير اقول الله يا ولد انت عايش معاها بقالك فتره العمر عينك ما زغت على واحده. انت بتقول ايه؟ اللي انت بتقوله ده؟ عاوز اقول يعني اقصد ان انت طيبه وانت حلال ولولاكي ما كانتش مريم جات لنا تزورنا النهارده، مش كده؟ طبعا. وهو عارفه والصراحه كويسه مرات عمك دي ايوه دي اول ما تقرير الخبير طلع وهي راسها وألف سيف تقول لا معلش نحلها ودي يا نادية اهدي بس واسمعيني، ملك مش هترضى نحلها ودي. إنما مريم حبيبتي طيبة بالظبط كده يا حبيبتي، تقول أنا مش جعب ملك، أنا هركز على الأميرة الطيبة مريم وأفهمها الحكاية بالظبط. والله يا بنتي ومليك عليا حلفان انا بعمل ده كله عشان احفظ لك حقك انت. ايوه ما يا بنتي محدش ضامن الموت من الحياه، محدش عارف النفوس فيها ايه. فهمي عنده حق يا بنتي. نفترض ان اختك لا قدر الله جرى لها حاجه، حقك مش هيروح؟ بلاش دي، جالها عريس واتجوزت، طلع العريس ده نطع من اللي بيحبوا يعيشوا على قفا النسوان، مش حقك انت اتاكل كده؟ وانت يا حبيبتي هتفضلي عايشه كده؟ مش هيجيلك ابن الحلال اللي بيحبك ويخاف عليكي، وساعتها بقى هتعملوا مشروع صغير مع بعض، هتجيبوا فلوسه منين؟ وهي هتفضل العمر كله تتحكم فيكي وتيجي كل اول شهر تديكي مصروف. خدي بالك من مالك يا حبيبتي، اختك دي مش سهلة. لا سهلة ايه؟ طب انا عاوزك تعقليها بس معايا، شغلي عقلك كده ثانية واحدة. لو انا ابوكي ليه انا هكتب لها كل حاجة باسمها هي وانتي لا؟ ايوه يا حبيبتي عمك عنده حق، مع انك يا حبيبتي عمرك ما سبتيه ابدا، لكن هي خلعت على امريكا مع امها الله يرحمها. طب والله يا بنتي والله ومالك عليا حلفان، أنا مش طمعان في فلوسكو أبداً زي ما هي بتقول، أنا كل اللي حيموتني أنا حاوس أضمن لك حقك بأي طريقة. عارفة يا حبيبتي معاش عمك ده بيقضينا وزياد. وليه بس معاشي؟ أنت نسيتي ما هي طارق يا عارفة يا مريم، ده الواد طارق بيقبض بالدولار. دي أولى مألف ريح دولار أمال إيه؟ وإيه؟ بيفيد مننا مرتبه، بنوزعه على السكان عندنا كم واحد كده. ايه يا حبيبتي انت كنت عايزه طارق في ايه؟
جايبه له ده هديه؟ لا ايه؟ مش هديه؟ لا اصل انا قلت لها هو قروبه في تصليح الحاجات دي. طب استني استني انت وهي. ايه؟ ده يا مريم بتاعك انت ولا بتاع ملك؟ اصل لو 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 اللابتوب ده بتاع ملك ما يقعدش في بيتي ثانيه، هطرده زي ما طردتني ولا يتفتح في بيتي. انا بقول لك بتاعك انت؟ عينينا ديكي واللابتوب بتاعك انت. انت يا سلام، ده الامل كله فيك انت. طيب انا مضطر استاذن عشان عندي محاضرات بدري في الجامعه، هبقى اتابع معاكي في التليفون. اوكي. سلمي لي عليها اما تصحى. هو حضرتك قاعد ولا؟ قاعد. اتفضل انت شوف اللي وراك. اوكي. عموما الساعه قربت على 10 وهيمشوا كل الضيوف، مش هيفضل غير المرافق. على اذنكم. فرصه سعيده. أنا مش عارفة أقول لك إيه ولا أشكرك إزاي. لخبطت لك كل حاجة، بوظت لك مواعيدك، نزلتك من المكتب. أنا مش عارفة حظي معاك عامل كده ليه. كله في المستشفيات. المهم رنا تبقى بخير. نفسي. نفسي اطمن عليها واريح قلبي. مفيش حاجه في الدنيا انا عايزها غير اني اطمن عليها. ولا حاجه هماني في الحياه دي غيرها. كل اللي بطلبه من ربنا انه يخليها لي ويشفيها. لو ينفع انا اخد المرض بدلها وهي تخف انا موافقه. هتخف هتخف وهتبقى زي الفل وهتكبر وهتفرحي بيها كمان. يا رب ان شاء الله. شفت جمالها؟ أمر هي دي اغلى حاجه في حياتي. لو احتجتي اي حاجه انا موجود. من ساعة ما حكيتي لي اتنكدت، حسيت كأنها لوجي بنتي بالظبط. أنا آسفة إني نكدت عليك، يمكن عشان كده عمري ما قلت لك عن حالتها ولا عن أختي مريم. مش عايزة أضايقك بمشاكلي. أنا اتضايقت جدا جدا. بلاش كلام فاضي. رنا زي بنتي. شوف العقد ده كده، شفتي؟ لا وايه لسه؟ شوفي ده كده، شوفي ها؟ وايه؟ ولا العقد ده؟ شوفي شوفي شوفي، شفتي؟ طيب شوفي ده بقى كمان، شوفي شوفي عشان تعرفي. عشان كده بقى انت اتاكدتي بالورقه والقلم يا بنتي ان اختك دي مش مظبوطه وقلبها مش عليكي وبتلعب بيكي كمان. انت يا بنت هبله ولا عبيطه؟ حد يعمل توكيل عام بيع وشراء لحد؟ مريم التوكيل ده لازم يتلغي وفورا. اتصرف فورا. اتصرف يا اخويا اتصرف. بكره الصبح خليك انت مستريحه، انا هبعت لك موظف شهر عكاري لغايه عندك، فاهمه؟ هيلغي التوكيل، هي تزعل شغلها من هنا والموظف ده هيخش عندك من هنا، تلغوا سوا التوكيل، فاهمة يا مريم ولا مش فاهمة؟ أنا هبقى مستني بره، معلش اعذريني يا بنتي أنا مش هقدر أخش بيتكم تاني بعد ما طردتني منه شر الطردة. يا نهار أزرق، توكيل عام، دي زمانها ضيعتك هدوء.
بابا. طارق بيه يا حبيبي. ايه في ايه؟ انت كويس؟ اصل كنت انا مفرفر شويه وتعبان، بس الحمد لله شفتك خفيت. تعال ايه؟ مفيش. اقعد بقى. انا كويس اهو. اقعد يا ابني اقعد، جاي مخصوص عشانك. اقعد سلم على بنت عمك يا طارق. ازيك يا ملك؟ ملك؟ ملك ايه؟ ملك ايه؟ يا ابني كسبتنا، دي مريم مش ملك. ازيك يا مريم؟ نايس. اسف كسبتنا والله العظيم. انت مش قادر تفرق بين الاثنين؟ طب ملك دي شكلها يقبض، تحس انها اشطرنا. انما مريم بسم الله ما شاء الله تبارك الخلاق فيما خلق. اللهم احفظ لها جمالها. قولوا امين. امين. قول امين يا كابتن. امين يا بابا. امين. اللهم اسعدها كمان وكمان. قولوا امين. امين. يا سلام. ايه يا ابني في ايه؟ دي جايه مخصوص علشانك، عايزاك في خدمه. خير؟ خدمه ايه؟ بتقولها هي اسمها خير؟ خدمه ايه؟ اللابتوب بتاعها مش شغال، يا ريت تاخده كده وتشوفه فيه ايه. ها؟ وخد وقتك يا طارق، خد بنت عمك جنبك كده واسالها، عشان الحاجات الالكترونيات دي بتبقى شعيرات رقيقة. شوف بقى كل سلكة راحة فين وجاية منين. خد يعني قدامك شهر شهرين، خد وقتك، ما تستعجلش، ما تعمليش فيها شاطر والكروت التصليح. باين شطارة. خد وقتك يا طارق يا ابني، الله يهديك. فرصة اهي. ها؟ فاهم؟ فرصة. انت عايز باسورد؟ انت نسيت الباسورد؟ انت مالك نسيت ولا منسيت؟ انت هتحكمها، هي تعمل اللي هي عايزاه. الله، ما تعمل لها انت باسورد. في ايه يعني؟ اعمل له باسورد؟ بسيطه. بس شوف اللي بقول له خد شهر شهر، يقول لي بس في باسورد بيتعمل في شهرين، ده اقل باسورد يتعمل في شهرين ثلاثه. يعني يا ريت توصل لسامك وبنت عمك جنبك كده وتشوف الباسورد ده هتجيبه منين. فاهم؟ حاضر. فاهم؟ قومي يا نادية، انت هتنامي، قومي تعالي. يلا يا اخويا. يجيبوا الباسورد ده براحتهم كده. ايه يا اخويا اسمه ايه؟ باسورد. باسورد. طب يلا يلا. خد وقتك يا طارق. يلا يا ابني يلا يلا. وكلم بنت عمك كل شويه اسالها، قول لها دي ايه ودي ايه. افهموا يعني. ممكن تسيبني اشوف انا هعمل ايه؟ ايوه هسيبك، بس افهموا، ما تقعدش اخرس. ايه متخانق دبان وشك كده ليه؟ اتنايل شوف هتدفح ايه. ده ايه الوش ده؟ ما تتعدلي. ما كنت معدوله، انت اللي تعوجت ما اعرفش ليه، لحد ما طبلت على دماغنا كلنا. انت مش طلعت منها؟ فكك. خرجت منها على الحميد المجيد، ابيض يا ورد، نفضلي حتى العربيه اخدها مني. هو اللي عمل فيكي كده؟ مالكش فين قصر وقول عايز مني ايه، عشان دي اخر مره هتشوفني فيها. ليه كده بس؟ ليه كده؟ انت ليك عين توريني وشك بعد اللي قلته في النيابة؟ انا ما بعتكيش. تامر موبايله اللي كان عليه كل حاجة. ما تجيبليش سيرة امه، دي كانت ليلة سودة ومهببة. انت كنت عمالة تقوليلي انك ما روحتيش معاه. رحت ولا ما رحتش؟ انت مالك اصلا؟ ولا تكونش فاكر انك هتهددني بالصور اللي معاك دي؟ بيني وبينك، هي الصور اللي معايا دي كفيلة ان هي تدخلك السجن بكرة، او على الاقل هتفتح التحقيق من اول وجديد. غلطان يا روحي، التقرير طلع تامر وقع لوحده، يعني حتى لو كنا موجودين خلاص ما بقاش لي لازمة. طب جوزك بيراقبني؟ اسمه طليقك. جوزك طليقك؟ عشيقك؟ انا ماليش فيه. انا اللي ليا فيه انه بعت ورايا عماد القط، يعني ناوي على دم. امال انت كنت فاكر ايه؟ هيبوسك بعد اللي عملته؟ عملت ايه انا يعني؟ ما كفايه بقى، بطل تسوق الهبل. طب شوفي لي حل. تديني الصور اللي معاك العبوا بيها، وانت روح على قريبك اللي في تركيا، اقعد سنه ولا اتنين لحد ما الموضوع يهدى.
بس انت بجد بتحبني؟ السؤال الرخم ده يا مريم. اتفضل جاوب لو سمحت. لا مش هجاوب. ما انت عارفه. يا لسه بطل غلاسه. بطل غلاسه ليه؟ غلاسه بفلوس. على فكره انا زعلت. مش هتقدر. مش هقدر ليه؟ عشان بتحبيني. لسه اوعى تخليني اندم على اللي عملته معاك. انت ليه يا مريم حاسين ان احنا مترفقين؟ ده انا متجوزك وشرعي كمان. وبعدين انت عارفه ان دي احلى حاجه حصلت لي في حياتي. بس انا خايفه. خايفه من ايه؟ عشان احنا اتجوزنا، خايفه من اللي جاي. ولما انت خايفه اتجوزتيني ليه؟ عشان انت الحاجه الوحيده اللي اخترتها في حياتي. انا عمري ما اخترت قبل كده. لما انت الحاجه الوحيده اللي اخترتيها هو انا. وبتحبي ايه يا حبيبي؟ ايه بتقولوا ايه بس؟ انت مالك يا سيدي؟ بحب فيها. انت مالك؟ انت انت مالك يا هادم اللذات؟ يا حنين يلا يلا تعال. آه يلا صحيح ايه؟ صحيح. تعال بس وفي ايه؟ تعال تعال. وقت حب وغرام. في ايه؟ في ايه؟ في حد اتولد النهارده. اجمل الحياة اللحة والفصل. ايه يا حبيبي؟ بني الميكرو. صدت طيب يا معلم. القبلة القبلة. خد قبلة. ام الهدوم انت غرقتني. يلا ميك يو ويش. اعملها ايه دي كده؟ يعني اتمنى امنيه وبعدين قص. اه لا ما انا فاهم. ماشي. كل ده؟ يلا تعالي وشي معايا. انا عرفت. خمس عيال. انظم اهو. طب امسك بقى. ايه ده؟ مريم شايلها لي. اوه ساعه رولكس. بس انا كنت راسم على العربيه يعني غير عربيتي. ماشي. دي احلى. دي احلى بس ارخص. بس يقول له ايه؟ خد امسك يا ابني. وريني كده. خد الساعه دي. والله مش وحشه. لا ما تاخدهاش يا حبيبي، انت هتستعبط. والله مش وحشه. البتاعه دي بتتفتح ازاي؟ يا عم بتتفتح من هنا الساعه. ايه ده؟ وانا يعني جبت البتاعه دي اهو. اه استنى كده. اه غاليه دي؟
حصل ايه يعني يا مريم؟ اتزنقت بعتها ولا انت عايزاه مشحت ولا استلف ولا اقول لك اديني؟ ما انت عارفه ان ابويا ما بيصرفش عليا من ساعه ما اتجوز وانا مش لاقي شغلانه في البلد دي. برضه ما كانش ينفع تفرط في هديه انا جايبها لك. طيب خلاص. خلاص بقى ما تزعليش نفسك بقى. خلاص. خلاص بقى. خلاص ما تبقيش اوفر بقى ايه؟ هاتي انت بس هديه غاليه تاني كده وانا في ايه؟ يا مريم في انت بقيتي اوفر كده ليه؟ في ساعه عجباني ب 40,000 يورو بس، عارفه لو تجيبها لي؟ صباح الخير. صباح النور. خير؟ لا مفيش، انا عرفت انك رايح المزرعه فقلت اجي واروح معاك. هو الكوميشن اللي ادتهولك ملك ما عجبتيش؟ انا بسالك يا اميره، العموله اللي ادتها لك ما عجبتكيش ولا ايه؟ وقعدت كنت ضحكت عليك ازعل. انت عارف انا ما بحبش حد يضحك على الناس بتوعي، احب الناس بتوعي يكسبوا من ورايا، بس ايديهم تتمد على فلوسي اقطع. اسميني على المكتب، هخليهم يحضروا لي 500,000 جنيه كاش لما عماد يجي يستناني. يلا